نصيحة اليوم. إذا نصيحة اليوم وفي موضوعنا كنتكلموا على صلة الرحم وخاصة الزيارة ديال الجد والجدة. الأحفاد خصهم يزوروا الجد والجدة. الأهمية ديال هاد الزيارة في التوازن النفسي للطفل. إذا شنو تقول اليوم الأباء والأمهات سيما فادي؟ واللي ممكن نقولوا الأباء والأمهات بخصوص زيارة الأرحام نقول لهم أول حاجة هو أن نشوق الأبناء إلى زيارة الجد والجدة ديالهم، نشوقوه من خلال الكلام، النقاش، التواصل ديالنا. الرسائل السلبية أو الانطباعات ديالنا السلبية تبقى جانبية، هذا أمر. الأمر الثاني هو أنه عند الزيارة نعلم الأبناء ديالنا أدب الزيارة، لأن هذا من الأمور الأساسية. راه ما يمكنش أنه مثلا الولد عندنا أو البنت عندنا وما كنعلموهاش الأدب. الأدب هو واحد الحاجة اللي هي مهمة بالنسبة، هو زينة المرأة، بمعنى أنه كان أدب الخروج، أدب الدخول، أدب الأكل، أدب الشرب، فكذلك أدب المعاملة، أدب الاستئذان، أدب أنه كيفاش يتعامل مع جدو، جدو كيفاش يسلم عليه، كيفاش يعنقه، كيفاش يتعامل معه. وهذا أمر مهم كيعطي واحد انطباع جميل عند الجد والجدة، وكيحس بقيمة ذاك الوليد وذاك البنيته. والأمر الثاني هو أنه ما فيها بس، حتى اللي حسينا بأن وليداتنا ما عندهمش رغبة أنهم مشاو عند جدهم وجدهم، خصوصا مع المغريات اللي كنشوفوا، تكون وسائل تشويقية أو وسائل مثيرة، مثلا أنه دي معك لعبة أو دي معك شي حاجة اللي غادي تستعملها عند جدك وجدك تما كاين، باش تأخذ حظك من جدك وجدك. ونقول واحد القضية للآباء والأمهات، اغتنموا الفرصة، لأن مثلا وجود الجد في حياة الإنسان راه مهم جدا، ربما أنه إلى خاد الله سبحانه وتعالى ربما ما تبقاش تلقاه، وبالتالي نكون شوية براغماتيين في العاطفة مع جدنا وجدواتنا، بمعنى خود منهم، خود منهم الطبع، خود منهم الأدب، خود منهم المعاملة، خود منهم الرحمة، خذ منهم مثلا المحبة، لأن المحبة ديالها راه كتكون ما مشروطاش، ما عندهاش شروط، كتكون يعني خصوصا مع الوليدات ديال مع الأحفاد، بيد المعاودة، اي مع الأحفاد. وثاني حاجة اللي هي مهمة بالنسبة للآباء والأمهات هو أنه خصنا نتواصلوا بشكل إيجابي داخل البيت. إيه مشاكلنا ونقاشاتنا وانطباعاتنا تبقى بيننا وبين بعضنا البعض، بين الزوج والزوجة. علاش كنسميو غرفة الغرفة ديال الزوج والزوجة؟ هذا هو المكان اللي كنناقشوا فيه الوليدات ديالنا، نخليهم بعاد على مشاكلنا سواء مع العائلة أو سواء مع بعضنا البعض. نعم، يعني دائما الصورة تكون إيجابية ونوصل الوليدات كل ما هو إيجابي، نبعدوهم على الخلافات اللي كتكون في الوسط العائلي.